بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنبدأ مع بعض ننفذ دائرة أسوليتر. هنستخدم فيها الـ TL494. هنبدأ ننفذها مع بعض، خليك معايا، خليك رقمه برضه واضح اهو مع بعض. يعني الطرف رقم واحد اهوت، المفروض رقم 7 معاه، ماشي. هنخليه دلوقتي. في عندنا مقاومة 2.2 من رقم 4، ادي رقم 4، رجل 5، مكثف 1 مايكرو، مكثف 1 مايكرو 50 فولت. تمام، عندنا رجل 6 مقاومة 15 كيلو، ادي رجل 6 مقاومة 15 كيلو، بني اخضر برتقاني من حمى في رجل 6. عندنا بقى رجل 7 واخدة معاها، نجيب لها طرف سلك، رجل 8 مكثف 470 مايكرو، 470 16. ناخد رجل 11 و12 مع بعض، شال مع بعض، مش 12 و13 و14. تمام، ناخد رجل 12 و11 دول مع رجل 8،
نجلي 11 و12 مع بعض. مكونة 10 كيلو بني اسود برتقاني، هتيجي من رجل 16 لرجل واحد. رجل 16 ادي رجل 16 على رجل، رجل 16 ورجل ورجل واحد. عندنا 19 خارج الأسبيتر، خارج الخطين، نبدأ البوب بتاع الدايرة 9 و10. تمام. مكثف 2200، 50 فولت، هناخده من الموجب والسالب بتاع الدايرة. طرف السالب وده طرف موجب، دايت عادي. ونبدأ نجربها مع بعض. هذه الدايرة دي كاملة، هذه خارج الدايرة، وادي الموجب وادي السالب التغذية، ونقيس التردد بتاعها مع بعض ونشوف التردد بتاعها عامل ايه. خليك معايا، هنبدأ نوصل ونقيس التردد مع بعض. لازم 12 فولت. هذا الطرف السالب، السالب هو في السالب، وهذا الطرف الموجب، تمام. هذا اللي أحبه، وهذا خارج الدائرة 52 54 54، تردد 54. افرض ان انا عايز ازود او اقلل، يبقى المقاومة 15 كيلو دي اركب مكانها بوت 100 كيلو. المقاومة 15 دي ممكن اركب مكانها بوت 100 كيلو، اظبط منها التردد زي ما انا عايز كده. التردد خلصنا المذبذب ووصلناه مع بعض، ونتقابل ان شاء الله واحنا بنركبه على بقية الدايرة.